وفي إطار تنفيذ مخطط الأمن المعد من قبل أمن ولاية سمسيت الخاص برأس السنة الميلادية الجديدة لسنة 2018، تمكنت قوات الشرطة المتمثلة في فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية سمسيت من تفكيك شبكة إجرامية منظمة مختصة في المتاجرة بالمخدرات تنشط عبر ولايتي سمسيت وعين دفلة. العملية تمت بعد استغلال المعلومات، حيث تم إعداد خطة أمنية محكمة وبعد تنسيق مع النيابة المختصة وتحديد هوية أفراد الشبكة، تم مباشرة العمل الميداني الذي أسفر على توقيف 4 متورطين تتراوح أعمارهم ما بين العشرينيات والثلاثينيات، وحجز كمية من المخدرات مقدرة ب 52 صفيحة بوزن إجمالي مقدر ب 4.673 كيلوغرام من الكيف المعالج، وحجز سيارة سياحية تستعمل في نقل المخدرات. وبعد مواصلة التحقيق في قضية مباشرة عملية تفتيش المساكن المشتبه فيهم، تم حجز ما يلي: سلاح ناري بندقية صيد من نوع إيبار عيار 16 ملم، أسلحة بيضاء 2 سيف وخنجرين، مشروبات كحولية 35 وحدة.